إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين يدي ورقة معروفة مشهورة تظهر كل سنة وهي قديمة جدا ومشهورة جدا، هذه الوصية الكاذبة الباطلة التي يزعم كاتبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاها على شخص مجهول لا وجود له في الحقيقة، يسمي نفسه الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأوصاه وصية وفيها ما فيها من الأوامر والنواهي، وكل سنة كالظهر هذه الوصية، عدد كبير من الناس يعرفوها، كل سنة كالظهر، وعدد كبير من الناس يعرفوها، وعدد كبير من الناس يعرفوا بأنها باطلة لا أصل لها. ولكن كاين واحد المشكل، لماذا تظهر كل سنة؟ هذا هو السؤال اللي كيجيني من البال، شيء عجيب. العام اللي فات يعني في بحال هذا الوقت، يعني ما قرب يعني الذكرى ديال المولد النبوي، ظهرت عاودها هي جاية البنيدية مرة أخرى، وتكلمنا عنها وتكلم الناس عنها في كل مكان بأنها باطلة لا أصل لها. فإذن كاين شي شياطين من فعل بسبق رصدين كما إصرار وترصد كما يعبرون اليوم، كيطبعوها ويصوروها بالقصد بالعام، شيء يخسروا الناس العقائد ديالهم والدين ديالهم، شياطين، ويكتبون فيها كما يكتبون في كل ورقة خرافية أن من لم ينسخها وينزعها على كذا وكذا من الناس سيقع له كذا وكذا وكذا وكذا، وعدد ديال الجهال فعلا كيقوموا باستنساخها وتوزيعها. فهم واحد قد قال شاد خدام مع الآلة النساخة فوتوكوبي ولا فوتوكوبيوز من الآلة النساخة، خدام كيصور يعتقد أنه يصلح وهو يفسد. وأحببت اليوم أن أبين حكم الشرعي، هذا الأمر قديم، هذه ورقة قديمة، هذه أنا مازال نتذكر شخصيا على حساب يعني النشأة ديالي والعقل ديالي، يعني ملي عقلت وأنا صغير، يعني أول مرة شفتها في حياتي شفتها في السبعينات، في أواسط السبعينات، مازال كنتذكر مزيان الظروف اللي شفتها فيها في أواسط السبعينات. والشيء العجيب أني عثرت عند بعض الناس المشتغلين بتتبع المخطوطات أن واحد نسخة منها يعني من الأربعينات، يعني من أيام الاستعمار، كانت مكتوبة بخطين بخطين مغربي جميل، ووقع عليها بعض القضاة وبعض أهل العلم، هذه نسخة مخطوطة مش مطبعة، مازال مطبعة ما دخلت لهنايا، مخطوطة شفتها بعينية، بمعنى أن هذه الفيرية هذه الكذبة الكبرى على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قديمة جدا، على الأقل يعني من أوائل أو النصف الأول من القرن الميلادي الماضي. لكن ما ينبغي بيانه هو أن المسلمين في وقت الأزمات تظهر فيهم الخرافات، إن غاب العلم، ماشي لازم تظهر الخرافة، ولكن ملي كيغيب العلم، يعني لما كانت الأزمة ديال الخليج مازال نذكروا في بداية التسعينات 91، واحد هذا الخريف انتشرت الصفوف الناس، حل المصحف تلقى فيه شعراء ستجد أن هذه الصورة فيها كذا كذا، دابا عاود هذا الكذبة أو هذا الفساد وهذا يعني الظلم الذي وقع وهذا التعدي الذي وقع على المسلمين فيما يتعلق ب يعني الانتهاك لقدسية وشرف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عاود واحد عدد من الشباب جايبين لي شي خرافة عاود كتعلق بأنه الرقم ديال الدولة الفلانية ديال التليفون هو 57 وراء الآية 57 فرض كذا تعدي، شي كل أخر هذا كيدل على العجز، فتسنى أنت الأرقام تحل لك المشكلة.
هذا يدل على الجهل وعلى العجز وعلى الكسل. وتسناو احنا يعني اشياء خارج الداد ديالنا هي التي تحل مشاكلنا وتعبد الله مكاننا. فلذا قلت يعني في الازمات اما يظهر العلم اما تظهر الخرافه. فحيث تظهر الخرافه هذا دليل على غياب العلم. والعلم بمعناه القران، لان العلم في القران والسنه هو العلم بالله اولا، ثم العلم بامره اي باحكامه حلاله وحرامه، ثم العمل بمقتضى ذلك. لا يسمى العلم علما الا اذا جمع هذه الامور الثلاثه. العلم بالله اي الذين يقدرون الله حق قدره، الذين يخافون مقام ربهم، العلم بالله. والعلم بامره العلم بالاحكام الفقه، والعلم بالعمل اي العمل تطبيق. انا اذن يكون الانسان عالما ويكون وتكون الصناعه علما. اذا حضر هذا غابت الخرافه، الخرافه ما تضرش البيئه اللي فيها العلم هذا النوع، العلم الشرعي الحقيقي. فاذا ظهور الخرافه كظهور الحمى في المريض، والحمى يعني طبيا معروف هذا علامه على وجود المرض، هي حمى في حقيقتها ماشي مرض، هي غير علامه على انه كاين شي مرض. فالجسم يعبر عن انه مريض بالحمى. فهذه الورقه هذه التي بين يدي، هذه الخرافه، هذه الكذبه الفريه، هذه علامه على وجود مرض في مخ المسلمين اللي كيصوروها وكيقبلوا تدرج بيناتهم، كيقبلوا الدور بيناتهم، لان البيئه السليمه الميكروب ما يدوش فيها. توصل عندي انا مثلا قطعه ما تمشيش، ما تدوش، ما تتعداش لواحد اخر. فاذا ملي كتعدى لواحد اخر من يدي، اذا انا قابل بحال ذاك الحامل فيروس عافاه الله واياكم، قابل باش نحمل المرض ونعطيه لواحد اخر، فاسهم في نشر المرض في البيئه. فلذلك اذا اقول وبالله التوفيق، ان من قرأ هذه الورقة وقام بنشرها، هما كيقولوا اللي ما نشرهاش غيوقع له اما يعمى اما توقع له كذا لا، والعكس هو الصحيح. من قام بنشرها فهو احد امرين، اما عالم بما فيها من خرافة فذلك قد ارتكب كبيرة من اكبر الكبائر، ودخل في وعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما من كان جاهلا فواجب عليه ألا يشتغل بنشر العلم إلا بعلم، عنده واحد الإثم آخر، أنت ما عارفش، أنت جاهل، أش داك تنشر العلم اللي ماشي صنعتك، بعد ذلك لأهل العلم. فهو كالذي يفتي بغير علم، كالذي يتطبر وهو جاهل. واحد القاعدة طبية عندنا في الفقه قديمة كيقولوا من تطبق وهو جاهل فعليه الضمان. طبيب لك يداويش واحد طبيب هو صناعي، هذيك صنعته متخصص طبيب، ويعني بدل ما يداويه مرض له أو مات لا عليه شيء، ما عليه حتى شي حاجة، لأنه يعني قدر الله هذا. ولكن واحد ماشي طبيب وجاي يدخل في الصناعة ديال الطب وبدا يتطبب تطبب وهو جاهل فعليه الضمان، إلا قتلي خلص بيجو خلص الدية ديالو، انت ماشي طبيب علاش كتمشي تداوي؟ تخلص الدية شرعا، ويصوم عليه 60 يوم شرعا. واحد العدد ديال الجهال يتطببون الان وهم جهال، وقعت نوازل وحوادث عجيبه كيسموه في الموت، الله سبحانه وتعالى كيقتل الحي ولا كيكون هو سبب، وعنده زايد ناقص زعما راه ما وقع والو، لا قال وقع راسك تخلص الدية ديالو وتخلص وتصوم شهرين متتابعين. من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. فكذلك في العلم، ما ينبغي لك ان تسهم في نشر علم انت جاهل به. تقدر تنشر الضلاله وتنشر الكفر، وهذا من اضل الضلاله الذي في هذه الورقه. ومن كان عنده حظ من العلم وبصيص من العلم فيعلم قطعا ان هذه فريه، وهذا خطير جدا في دين الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شحال من واحد كيقول لي وانا الذبح لا الذبح حرام، اللهم باش نخرج من باب واسعه نصورها، ما عندكش الحق
صورة ونسخة فقد دخلت في وعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كذب وهذا بالحديث المتواتر من كذب علي متعمدا من الأحاديث النادرة المتواترة التي روتها الكافة عن الكافة عن الكافة كرواية القرآن الكريم بالتواتر القطعي. ومن الكذب على رسول الله نقل الكذب عليه وخمش انتم الكذب الأولى مولا هذاك الشيطان ولا يكون إلا شيطانا والله الذي لا إله إلا هو. الإنسان اللي وضع هذا الورق لأول مرة شيطان مريد إبليس هو اللي وضع هذا الورق ودورها جهال المسلمين من نزهم. هذا من زبور الشيطان هذا الورقة ورقة مقطوعة من الكتاب ديال إبليس. فإذا أنت ملي تجي بالوعي ديالك الكامل وتقرأها وتصورها تدري ماذا تصنع؟ تحارب الله ورسوله وتزيد يعني تساهم في تخلف العقلية الإسلامية ترجع لور ما تمشيش لقدام وتقتل الحس النقدي الذي رسخه القرآن والسنة في المسلمين. حس نقدي يعني ما تقبلش شي حاجة بلا دليل بلا إثبات. وهذا الشخص هذا وهمي لا وجود له. وكانت الجهات التي تتعلق بحماية أو بحراسة المسجد النبوي ما زلت أذكر هذا جيدا صدرت بيانا بأنه لا يوجد شخص إطلاقا اسمه الشيخ أحمد ولا يوجد شخص يحمل مفاتيح المسجد النبوي. كان إدارة عندهم قدها قداش كله كذب وافتراء. فإذا أنت تصورها وتعطيها لعشرات الناس ولعشرين الناس راك عشرات الناس كذب راك عشرات المرات كذبت على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلاتي عشرات المرات كذبت على سيدنا رسول الله. وهذاك عاود من ذوك العشرة كل واحد مشى كذب عشرات المرات راه يتزادوا عليك لأنه كل وزر يحدث وأنت تسببت فيه فهو عليك وعلى من تبعك فيه لا ينقص من أوزارك شيئا. الحديث واضح مشهور في هذا الأمر من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فله وزر فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وأي واحد يدير شي جريمة في الدين وقلده فيها الناس فهو يتحمل وزر جريمته الأولى. وأي واحد قلده راه عنده 100% ديال الذنوب ديالو ويعني وحتى هذاك المجرم الآخر اللي قلده راه عنده 100% ديالو والآخر عنده 100% أيضا. ولذلك في الحديث الصحيح أنه ما من قتلين أو ما من قتل نفس إلا كان وزرها على ابن آدم الأول هذاك قابيل الذي قتل هابيل. قابيل الذي أحدث أول جريمة قتل نفس في تاريخ البشرية. أي قتل في التاريخ يجي كيهز الوزر ديالو وما كيحملش يعني ماشي كينقص على 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 القاتل لا القاتل عنده وزر قتل نفسين 100% وهذاك قابيل حتى هو كيزيد واحد 100% أخرى على هابيل اللي قتلو. ملايير ديال الأنفس التي أزهقت بالباطن تنزل على ظهر قابيل الأول نعوذ بالله. سعدات اللي مات ومات معاه ذنوبه ثم الله المغفرة والسلام والعافية في الدنيا والآخرة. شيء عجيب جدا أنه في الحقيقة يعني الناس يعني كعياو الخطبة روعة بس يدنا هذه راه كذبة راه كذبة. إذن راه الأمر خطير فده إصرار على الكذب على شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لي أنا ما كاينش فرق منهجيا بين هذه الورقة وبين ديك الكاريكاتور اللي كتبوها ذوك المتعصبين من الصهاينة ما كاينش فرق. أولئك سخروا بطريقة من رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليهم وزرهم. ولكن هذول خطير يحرفون الدين ويكذبون على شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أغرب الأشياء فعلا أنه المسلمين يعني وعدد ديال الشباب المساكين وبعض الكهول وبعض الشيوخ كيبانوا زعما يعني أنه هذا واحد الاجتهاد غلط من اللي كيقايله ما صورهاش الى ما كذا غادي يعمى مرار قطعتها قدام الطلبه والطالبات مرار. واحد الخطا جابت لي واحد الطالبه وقعوا فيها كلام غريب ذاك الشيء. قلت لها والله نتسنى عيني يعمو عينيك انت قلت لها اللي معنيه لك البصيره اللي غادي كتصوريها تهزها على بعض الله
سبحان الله العظيم شيء غريب جدا. مع الأسف الشديد خص يعني الحس النقدي يتركب هنا. القرآن فيه واضح وهو التثبت، التثبت السنة النبوية كذلك. وما كان رسول الله ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون خبرا إلا بعد التثبت بصفة عامة، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالدين. بالدين هي الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما، أملكم هذا القوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذه الآية نزلت يعني في المجال العسكري، لا هي عامة في كل المجالات من العقائد إلى العمل إلى أي شيء. إن جاءكم فاسق لنبأ، وما المقصود بالفاسق هنا؟ كل من لا يضبط أمره، ماشي فاسق فقط يعني أنه منحرف دينيا، لا قد لا يكون منحرفا دينيا، ولكن فاسق ما يعني فاسق، فاسق يعني من أنه لا يقدر الأمور تقديرها الصحيح، لأن الذي نزلت فيه الآيات إنما هو أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فاسقا في دينه وإنما كان فاسقا في عقله. هو كانت عنده حزازة مع واحد القبيلة، قتل منهم نفسا في الجاهلية قبل ما يسلم له ولهم، وصفتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له سير جيب الزكاة ديالهم، هو مسلم وهم مسلمين، ولكن عاقل أنه قتل لهم شي واحد في الجاهلية. هو غادي كيجي الشيطان بر الوسواس، قال له انت بينك وبين وحسي دعان بات بشي يديرها بك ويقتلوك دابا. فلما يعني كان ذاهبا في الطريق يعني سمعوهم بخبر رسول رسول الله، قالوا سيدنا رسول الله صفتنا الرسول ديالو، خرجوا كيستقبلوه بالفرحة في البرة ديال البادية ديالو. هو لما شاف الغبابر القيامة قايمة قال لي يا هادي هاهم غيقتلوني ويرجع، قال له يا رسول الله إنهم يجيشون جيشا لغزو المدينة. ها الله ودي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونزل القرآن كيخبروا بالله داكشي ممنوع ولا غير توهم، فهو مسكين نيته مزيانة صحابي جليل ما يمكنش عنده نية غلطة، ولكن تقدير عوج. فيعني القرآن يعلمنا التثبت والتبين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما روى أحد أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله بين يديه حديثا طلب، لا طلب عليه شاهدا، يقول يجيب لي الشهود على هذا الحديث هذا منك سمعته من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من مرات وقعت لسيدنا عمر مع بعض الصحابة كحديث الاستئذان ديال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. جاء مرة عند سيدنا عمر دق عليه، دق له لا ما جاوبه شيء في الدار، دق عليه الثانية الثالثة مشى بحاله، استأذن ثلاثة فلم يقل له فمضى. مشى واحد المسافة طويلة سيدنا عمر حل الدار، قرر الغادي رجع، فناداه قال له علاش رجعت؟ خبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له فلينصرف. قال له لا تأتيني بشاهد على هذا وإلا فعلت بك، أي نكلت بك أو أدبتك. ماشي سيدنا عمر ما كذبوا لا حاشا، وكيعرف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شكونهم، وخاصة الصحابة المشهورين الذين أجمعت الأمة على ورعهم وجلالهم وشرف قدرهم. ولكن كي يبغي من يسمع الحديث هذا راه الدين، فانظروا كما قال كثير من السلف إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخبار ديال الإسلام الأحاديث وما ينسب إلى رسول الله لا يؤخذ إلا من أهل العلم ومن أهل الحلم، عقلاء ماشي سفهاء العقول أو مراهقين. فذهب أبو موسى إلى مسجد المدينة ووجد عددا من الأنصار جالسين ونادى فيهم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وسرد لهم الحديث، فشهد له عدد كبير من الصحابة قالوا كلنا سمعنا هذا الحديث، وجابهم كاملين عن سيدنا عمر. فتواتر الحديث بهذه النازلة لأنهم نشهدوا عليه عدد كبير ديال الصحابة، نقل تنقل من درجة الصحة الأحد الصحيح إلى درجة التواتر.
وعلي أمير المؤمنين ابن طالب رضي الله عنه وأرضاه أيضا كان يستحلف. هذا كيقول جبريل الشهود والآخر كيقول له يعني لا حدث شي حديث على رسول الله كيقول له احلف يستحلف. وكان لا يستحلف الناس يعني اتهاما لهم بالكذب، استحلف بعض الصحابة يستحلف أبا هريرة ويستحلف فلان، لا غير باش يشوف فين درجة ديال الضبط ديالو للحديث، واش درجة الظن ولا درجة اليقين، لأنه يجوز الرواية بالظن، إنما الظن ماشي الظن بالمعنى ديال الدارجة، مصطلح الظن ما تسمعوا خبر أحد خبر ظني ماشي يعني لأن الظن فيه جد معاني، ظن بمعنى يعني الشك، الشك إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذا الظن السلبي. لا كيف هو الظن بمعنى الإيجابي والاستعمال العلماء، وكيف في القرآن أيضا، وذلك قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ماشي شاكين، لا أبدا العكس. فهذا الظن هو درجة إيمانية عليا تقارب اليقين أو تكاد تكون عين اليقين، تكاد ولكن ما توصلش درجة اليقين. ونعطي واحد المثال رياضي باش نفهموا الظن شنو هو، يعني بالحساب كان عندنا 50% و100% وتحت 50%، ملي يكون عندنا يعني قل من 50% عندك يعني واحد الحادث حدث شي حاجة وقعت ولكن انت ما حضرتش ليها غير شي واحد قال لك، فيعني تصديقك تصديق انت ديالك لهذاك الكلام وداك الخبر وداك الحدث كيمكن يكون 100%، كيمكن يكون 50%، ممكن يعني نقولوا قل من 50% فوق من 50%، وهذاك فوق من 50% يعني درجات حتى 100%، وقل من 50% يعني من 49% حتى يعني 0.1%. فملي كيكون قل من 50% كيتسمى الشك، يعني الشك. إذا كان قل من 500 واحد درجة شديدة جدا كيتسمى قل من الشك، الوهم، لأنه يعني 99% أنه ماشي صحيح، هذا وهم. إذن إذا كان فوق 50% كيتسمى الظن، لكن هذا الظن مراتب. وذلك تجدون عند علماء الحديث أنهم يصنفون الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، وفرقوا بين الحسن والضعيف. شنو الفرق بين الحسن والضعيف؟ هي هذه، أن الحسن فايت 50% ولكن الصحيح أحسن منه، بمعنى أنه يعني تقريبا يعني غير برد تقريب البيان، أنه يعني الحسن غادي يكون مثلا من 50% من 50% فوق، لا سيدوز 50% يعني فوق 50% باش ما يبقاش بين انه بين باقي في مرحله ديال الشك والتردد، صندوق مرحله ديال التردد، يعني 51% 52% يعني نقولوا حتى 70% او 80%، كل هذه الدرجه ديال الحسن. علاش؟ لانه يعني احيانا كتكون يعني العمله اللي كنصرفوا بها فلوس كتكون يعني ما كملاش بيديك ولكن كتكون عندها نفس القيمه ديال 100%. بحال مثلا لما نقولوا مثلا عندي يعني مليون الفرنك، من الناحيه الحسابيه الرياضيه مليون الفرنك ماشي هي مليون الفرنك قل 1000 فرنك. عندك واحد غتحسب له فلوس تعطيه مليون، 1 2 3 4 تكملت له ولكن خاصك 1000 فرنك، واحد كملت له خاصك حتى فرنك، من حيث الحساب ماشي بحال الحساب، راه حساب مليون هي مليون، ومليون خصها 1000 فرنك، راه مليون قل 1000 فرنك ماشي مليون. لكن من حيث الفائده العمليه بحال
هذه تشري شي حاجة بمليون خاصها 1000 فرنك تجيب لك. علاش؟ لأن ذاك الخصاص يعني نظرون يسير لا قيمة له. ذاك 1000 فرنك اللي خاص بالنسبة نسبة إلى المليون حد ما كيعطي لك ما كاين باس صافي. وكيمكن لك تقول للناس عندي 1000000 فرنك واخا الحساب ما عندكش وما كتكونش كاذب. ما كتكونش كاذب علاش؟ لأن القيمة العملية لكشي اللي عندك هي القيمة ديال 1000000 واخا الحساب راه ما كمل لك شيء. ولذلك لما كيقولوا حديث صحيح راه شي كيقصدوا العراقي في الألفية وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطعة والمعتمد. والأمر هذا الشيء كله هو هاد يعني هاد النسب من العلمي والظني والقطعي. لكن اللي يكون عندك الحساب ميت 100% عندك اليقين عندك القطع. ولذلك العقائد مبنية على هذا الأمر مبنية على هذا الأمر. فإذا هذه العقلية هذه دابا بحال مسطرة مقاييس مثبتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكان علماء الإسلام يربون عليها عامة الناس. كل شيء الناس كيتربوا على هذا المنهج. يعني ماشي ضروري الإنسان يرجع لاصطلاحات المحدثين والمسائل المعقدة في العلم، لا ماشي ضروري، ولكن تكون عنده واحد العقلية نقدية تلقائية بسيطة. هذه شعبية شعبية تربية هي تربية ماشي غير اللي جا قال لي خبر نقول له إيه. ناس لا بد أن أسأل هل رأيته بعينك؟ هذا شيء بسيط ولكن منهج علمي وتربية اجتماعية مهمة جدا. هذا الإسلام هل سمعته بأذنيك؟ إيه يجاوبك مثلا ما رأيت ما سمعت. طيب من حدثك؟ من سمع من حدثك؟ قيل وخلي قيل في الواد يعني ما ندير بها. هذا السلوك والخلق القرآني الرفيع الذي تخلق به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب أن نحييه فينا. ولم نحمل هذا الدين حق الحمل إلا إذا تخلقنا بأخلاقه. أخلاق ماشي بالمعنى يعني الذوقي فقط، الأخلاق العلمية الاجتماعية النقدية. سمين اللي تكون عندهم العقلية الخرافية يكون يعني المخ قابل باش يحمل هذا الفيروس ديال الخرافات ما عمرهم يتقعدوا. ولكن نهار تكون العقلية نقدية بإذن الله علمية الصفات الخلقية للمسلم التي نادى بها القرآن الكريم والسنة النبوية وعليها عمل علماء الإسلام وبنوا فيها عليها كمال الشخصية الإسلامية في كتاب الله إن خير من استاجرت القوي الأمين. وأيضا قولة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جوج ديال الصفات، صفة تتعلق بأخلاق القلب وهي الأمانة والدين والورع ما يكذبش ما يسرقش ما يخونش، وصفة تتعلق بأخلاق العقل ما هو الإنسان كيكون عنده واحد المقاييس عقلية ما يكونش بليد ما يكونش يعني أي واحد جي يعني يقلب له مخه. وهاد عدد المعطيات كانوا في المجتمع ويجيبوها الناس كنقولوا اسمحني هذا الشيء ما ركب لي شيء مخي شيء ما أقبله إلا بدليل قوي في المستوى دياله. ولذلك علماء الحديث من القديم يعني مقاييس تعديل التجريح عندهم هي كتمثل يعني كمال الشخصية الإسلامية يطلبون شرطين، شرط الضبط وشرط العدالة. هذه كنسميها قوام الشخصية الإسلامية. المسلم الحقيقي خصو يكون فيه بجوج الضبط والعدالة. أما العدالة فهي صفة قائمة بالنفس تدل على الالتزام بالإسلام دينا وخلقا. تسمى رجل عدل أي فيه الصفة ديال أهل الإيمان، ما فيه الثقة الكاملة، ما يقيسكش ما يديكش ما يظلمكش ما يخونكش. العدالة عدل، والضبط ما تدوزهاش عليه. ولذلك يعني ما نسب إلى عمر من الكلام اللطيف الاستوبي الخبي، الخب هو ذاك المطور يعني البندي الاستوبي الخبي ولا الخب يخدعني أنا ماشي مع ذاك البندي ولكن البندي ما يديرش بيا. الاستوبي الخبي ولا الخب يخدعني. فإذا المؤمن مطلوب فيه أن يجمع بين الصفتين، صفة العدالة القلبية الإيمانية وصفة الضبط العقلية.
أن إذا كان صالح القلب فاسد العقل فقد يضر ولا ينفع. ولذلك أهل الجرح التعديل في علم الحديث حينما يذكرون في الطبقات وفي كتب الرجال شخصا من هذا القبيل الذي يروي الأحاديث يصفونه ويقولون فلان صويلح، يسمونه صيغة صغير صويلح، ماذا يقصدون بهذا التعبير؟ يعني أن صلاحه لازم غير متعد، الصلاح ديالو صلاح غير راسه ولكن ينفعش به الناس. علاش؟ لأنه يعني هو صالح، كيقصد صالح ماشي زعما ماشي صالح، لا صالح رجل مؤمن بخير عليه، ولكن مسكين يعني العقل ديالو ناقص، كيمكن يجي واحد يلعب به ويضحك عليه فلا يقبل ما حديثه. هذه راه من ألفاظ التجريح، من ألفاظ النقد السلبي، ماشي مدحوه دابا، لا راه طيحوا من قيمته، باش ملي تلقاه في السند ديال الحديث كتعتبر الحديث ضعيف حتى يتابع، يعني حتى تلقاه مرة من جهة أخرى عاد تقويه ويصبح صحيحا لغيره أنا إذن أو حسنا. أما إلا في غير هذاك بوحده لا يقبل حديثه، هذا من بين معاني الحديث الضعيف، من بين معاني الحديث الضعيف هذا. تلقى فيه راجل من أهل الورع ومن أهل الخير، عاد ترجع الكتب طبقات الرجال كتلقى يعني واحد عدد الناس من الصالحين، من الصالحين، لكن من يكون من أهل هذا الشأن من رواية الحديث نظرا، لأن ما كتكونش عندهم واحد القدرة عقلية باش يعني ما يخدعهم شي واحد يقول شي حديث ضعيف. وكان بعض أهل الفضل وأهل الخير والصلاح ممن يروي الحديث من كتابه، ما عندوش القدرة للحفظ وكيكتب مزيان ما كيقولوش لا، ولكن إذا ما كانش كيضبط مزيان الكتاب ديالو وحاضيه فكيقولوا مثلا إذا ابتلي بابن سوء، يعني يا ربي أعطى واحد الولد مفلس، اش كيوقع بعض الأحيان كيمشي ذاك الولد اللي مفلس ابن سوء كيزيد له في الكتاب أحاديث ما كايناش، ويمشي هو على غفلته يبقى يحدث الناس حدثنا فلان قال والحديث كاع ما كتبوه، وكتبوه غير ولده لصقوا له تما. فإذا مثل هذا لا يروى حديثه، واخا هو رجل ولي الله يقوم الليل ويصوم النهار، يزيد علينا في الدين ديالنا من حيث لا يدري، بمعنى انه يعني جانب الصلاح وحده ما كافيش في الشخصيه الاسلاميه، خص الصلاح وخص القوه العقليه، والقوه العقليه بوحدها عاود ما كافياش، لان المطور ولا مطور ما عنده دين يخرب الدنيا والدين بذكائه الخطير. فلا بد ان يجتمع في المؤمن صلاح العقل وصلاح القلب. ومع الاسف الشديد يعني انتشار مثل هذه الخرافات فيما بيننا يدل على اننا لا نملك الصفتين معا، مش غير واحده فيهم، لا بجوج ما كاينش، يعني في العموم العام والا في الاحد ديال الناس الحمد لله الكمال والخير لا ينعدم في الامه الاسلاميه، ولكن يعني مازال نقص يعني الورع والتقوى، يعني بنادم اللي فيه الزعامه باش يبدا يشرب بحال هذا اذا ما كيخافش من الله، فهذا نقص في الدين، نقص في القلب، نقص في الورع، لا يتقي لا يتورع. وفي الحديث وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. وايضا يعني عاد واحد عدد من الناس فيهم الصلاح وفيهم التقوى ولكن بلاده في بلاده وتخلف، كتشوف يعني الورقه واضحه جدا بما فيها من خرافات وازمه الامه لن تحلها المنامات والرؤى مهما كانت، ولو صحت ولو صحت، لان يعني معروف ان اهل العلم تحدثوا عن ضوابط اعمال الرؤى والمنامات، وان المرجع في العمل في امور الفقه والاحكام والتخطيط والتدبير الى النصوص والى فقه النصوص لا الى الرؤى والمنامات. الله اكبر. فاذا كمال الشخصيه الايمانيه الاسلاميه الجمع بين الصفتين الضبط والعداله، ووجود مثل هذه الظواهر دال على انها فينا نقصا، على ان فينا نقصا من الصفتين معا، وواجب الوقت تجديد هذا الامر فينا. ما نقول واجب الوقت، هذا اصطلاح فقهي معروف عند العلماء انه يعني واحد اللحظة تاريخية كيكون واحد العمل هو الأول خصو نعطيه القيمة الأولى، تجديد الدين في أنفسنا بهاتين الصفتين، تجديد الأمانة في أنفسنا وفي من حولنا، وتجديد الضبط أيضا. و تجديد ذلك يكون بالعلم بمعناه الشرعي الحقيقي، ماشي بمعنى المعرفة، لا بمعنى العلم، ماشي المعلومات،
العين بالاصطلاح القرآني لا بالرؤى والخرافات وغير ذلك، لأن العلم مصدره النصوص. أما وظيفة الرؤى فمعروفة، إنما هي البشارة والنظارة. لا يجوز بناء عمل على رؤية أبدا، وإنما يتشجعك على المضي فيه وقد انطلقت فيه من كتاب الله وسنة رسول الله. المصدر ديالك والمرجع ديالك القرآن والسنة وما تفرع عنهما من قواعد العلم، وتجير رؤية في الطريق كتعاونك وتشجعك، تقول لك إياك راك غادي في اتجاه حسن، أو تحضرك تقول لك رد بالك راه الطريق ماشي هذيك، وماشي ما عندك قالت لك الطريق ماشي هذيك تقلب، لا هذا غلط. ارجع للمقاييس، شوف واش فعلا القرآن كيقول لك ماشي هي هذيك والسنة ما قالت ماشي هي هذيك. لقيت القرآن والسنة كيقول لك هي هذيك، هذاك راه شيطان اللي جاك ماشي ملك. طف. وفي هذا تفصيل طويل جدا لا يسعنا الوقت لبيانه، لأنه العلل في أصول الفقه لا يجوز إلا أن تكون حسية منضبطة، والتعليل بالرؤيا لا ينضبط. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.